أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار. دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ أطراف الأزمة إلى تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع والوصول إلى سلام دائم في البلاد. وأشار غرونبرغ في تغريدات على تويتر إلى انطلاق الرحلة رقم 100 من صنعاء الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن نجحت هدنة إبريل في فتح المطار. وشدد المبعوث الأممي على أنه يجب على الأطراف في اليمن البناء على هذا لإحراز التقدم نحو المزيد من الإجراءات للتخفيف من تأثير النزاع على اليمنيين. عاودت ميليشيات الحوثي حملة التهجير القصري لأهالي قرى منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتة بمحافظة الحديدة. وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات عاودت إجبار أهالي القرى القريبة من الساحل على مغادرة قراهم إلى مخيمات أقامتها لهم المنظمات. كما دفعت الميليشيات بأعداد كبيرة من عناصرها لحفر أنفاق وسط المزارع تمتد بعضها صوب البحر. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري مع وزيرة التنمية المجتمع الإماراتي حصة بوحميد عددا من الخطط والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمرأة وحماية الطفولة وكبار السن وبرامج ومشاريع الأسر المنتجة. وجدد الزعوري ترحيب الحكومة اليمنية بكافة الجهود التي من شأنها دعم وتمويل الخطط والبرامج وخدمة فئات المجتمع، مثمنا دعم دولة الإمارات اليمن والذي كان له الأثر الإيجابي على مستوى والخدمات المقدمة لعدد من الفئات والشرائح الاجتماعية في اليمن. نظم مركز التدريب والتأهيل في المجلس الانتقالي الجنوبي ورشة تدريبية تحت عنوان مهارات كتابة سيناريو القصة القصيرة، واستمرت الورشة لمدة 5 أيام واستفاد منها 20 متدربا في طرق وأساليب كتابة القصة القصيرة والقصة المصورة والتعرف على دورها وأهميتها في القضايا المجتمعية. هذا الموجز، إلى اللقاء.